السلام عليكم شباب، رجعنا لكم بفيديو جديد. وهالمرة عندنا هارد ديسك سيجا جيت حجم 2 تيرا بايت مثل ما تشوفون هنا على الكاميرا. هذا الهارد ديسك الكارت مالته احترق، فصاحبه مشتري كارت جديد من علي اكسبريس من الصين. مثل ما تشوفون هذا الكارت راح نبدله على الهارد حتى نشغله، ولكن اكو جزئية لازم تفهمها اثناء استبدالك للكارت. اول شيء لازم يكون الكارت مال يعني تشتريه مطابق 100% للكارت اللي على الهارد ديسك مالك، طبعا عن طريق السيريال نمبر. هذا عن طريق السيريال نمبر اللي موجود هنا بالاعلى، تقدر تبحث عنه وتلقى الكارت مالته، ولكن بشرط انه شريحه البايوز اللي على الكارت اللي هي هذه تستبدلها على الكارت الجديد، يعني اللي الكارت المحروق تشيل منه عند البايوس تحطه على الكارت الاخر وتشغله. خلي نبدله سوا، خلينا نروح على الهاند. هذا الهارد العاطل، نفتح الكارت مالته. طبعا الحرق مبين عندنا بهاي المنطقه، هذا الدايد محروق عنده. على العموم هو الرجل مبدل الكارت، يعني مشتري كارت جديد، وهذا الكارت الجديد مثل ما تشوفون. راح ننقل شريحة الـ EPROM من القديم على الجديد إن شاء الله. خلينا نشوف شلون راح نسوي. ناخذ الهارد على جنب، ومن الهارد القديم راح ننقل الـ EPROM من هنا لهنا. صدق لي شلون عرفت هاي شريحة البايوز ولا هذا؟ راح أشوفك هسه تحت الميكروسكوب. أشوف هاي وين باوند 25، هذه شريحة البايوز مال هذا التا. دائما يبدأ الشريحة تبدي بال 25 اللي هي نوع الشيبسيت، وهذه الثانية اللي على الهارد ديسك مثل ما تشوف حاطيها مبهمة. احنا راح ناخذ الشريحة من الهارد من الكارت الأصلي نحطها على الهارد. تقدر أيضا تاخذ البرنامج فقط من هاي الشريحة وتحطها على الشريحة الأخرى، ولكن الشخص هذا الكارت راح يستغني عنه بسبب انه هنا بيحرق مثل ما تشوفون المنطقة محروقة، فاحتمال هذا الحرق مؤثر على الكارت، فهو مشتري كارت كامل فما راح نحتاجه. فراح ناخذ الشريحة من البايز نحطها على الهارد الثاني. فاول شيء خلينا ننزع الشريحة من الهارد القديم. هذا الهارد الكارت القديم المحروق شلناه على جنب، تجيب الكارت الجديد. هاي شريحة البايوز اللي على الكارت الجديد، نرفعها وننزل الشريحة القديمة اللي نزعناها من الكارت الأصلي، ننزلها مكانها بالشكل هذا. خلينا نشد الكارت هسه على الهارد ونعمل تجربة. خلينا نروح على البعد الآخر على مود الهاند. هذا الهارد وهذا الكارت الجديد اللي ما بي اي ضرر، راح نربطه بهالشكل هذا. هسه خلينا ناخذ الهارد، ناخذ الكاميرا بهالشكل هذا. هذا الجهاز عندي الراك مال الهارد، راح نربطه لغرض التجربه. نشغل، اشتغل الراك. خلي اوديكم على الديسكتوب ونشوف راح ينقري الهارد ديسك او لا. انقرى الهارد مثل ما تشوفون. خلي انتظر ثواني يفتح، وفتح الهارد مثل ما تشوفون اشتغل بصورة طبيعية، ما بقى به اي مشكلة. بهالطريقة تقدر تصلح الهارد ديسك مالتك. هل يمكنك ان تكون هناك تمام وتر بيك لابلا جمو زمان. وهذا كل شيء اللي عندي في فيديو اليوم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم شباب. اذا عجبكم الفيديو تنسونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كان وياكم سيف قدامي من قناه قدايتك. في امان الله.